بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان بين الرحلة إلى الحج والرحلة إلى الآخرة. إن الدنيا عند أصحاب القلوب الحية من العارفين كانت كلها عبرا بما فيها وبمن فيها، نظروا إلى سمائها ونجومها وكواكبها، أرضها، شمسها، قمرها، جبالها، نباتها، حيواناتها، حشراتها، طيورها، مائها وهوائها، نهارها وليلها، نظروا إلى تقلب زمانها بأهلها وأحوالها، تذكرهم الآخرة بأهوالها وعذابها ونعيمها. اعتبروا بشهر رمضان العظيم وصومه وعطشه وجوعه، فاذكرهم بعطش يوم الحساب وعطش النار، فأخلصوا أعمالهم لله في رمضان لينجيهم الله من تلك الأهوال. واذكرهم انشغالهم عن النساء والطعام والشراب في نهار رمضان بيوم الهول الذي يكون فيه الرجال بجانب النساء حفاة عراة ولا يلقي أحد للآخر بالا، للفزع الذي ينتاب ويغشى الجميع. يقول الله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ويقول سبحانه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كان في تقليلهم من الطعام والشراب والنساء وكل الشهوات تزود بالزاد النافع ليوم القيامة، الزاد الذي هو التقوى والذي يقتضي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، يوم لقاء رب العالمين.